النادي الأهلي الحمد لله بيحقق انتصاره بالدوري المصري وبياخد البطولة وبيحتفل في وسط جماهيره بعد طبعا فوز على المقاولين ثم التعادل الغير مستحق. الصراحة الأهلي كان يستحق الفوز وبفارق سكور كمان على حرس الحدود، واللي كلنا شفنا الحقيقة الماتش كان عامل ازاي وحواراته اللي حصلت من الحكام، والحقيقة الحكام لا أسمع لا أرى، لا أتكلم مع نادي الأهلي ضد نادي الأهلي، أنا شايف كل حاجة وهاخد عليك كل حاجة. الأهلي مع حرس الحدود شفناه كلنا، كان ليه جون محقق وجون اتلغى بداية تسلل، وما فيهوش أي تسلل خالص، ده بالعكس اللاعب مغطي قدامه فدان كورة محمد شريف. الأهلي يستحق إن هو يكسب فرق 3 أو فرق 4 كمان. لاعب من حرس الحدود يستحق كارت أحمر بعد تدخل في على اللاعب بتاع النادي الأهلي بطريقة غشومية وبطريقة يعني تدل على حقد كروي وحقد بين الأندية. بس طبعا يعني الحارس ده مش هيحقد على الأهلي، لكن هي اللعيبة وانتماءاتها بتحقد على لعيبة النادي الأهلي. شفنا كان تدخل عنيف وتدخل بدون كورة كمان يستحق الكارت الأحمر مباشرة، لكن الحكم بيستكفي بالكارت الأصفر حتى ما رجعش للفار عشان يشوف ايه اللي حصل. النادي الأهلي كان خلاص كان قاب قوسين وأدنى إن هو يكسب، لكن يعني يشاء السميع العليم. طبعا كرة خالد عبد الفتاح بيجيبها جون في نفسه، مش مشكلة بتحصل عادي بين أكبر اللعيبة في العالم، ما فيهاش أي مشكلة خالص. هي الفكرة كلها والنقطة هنا إنك عايز برضو تضيع النادي الأهلي احتفاله، عايز تحسسه بالخسارة، وعايز إنك ما تخلوش يحس بطعم الفوز والانتصار. طب ليه؟ ده بالعكس، أنت لما تدي طعم الفوز وطعم الانتصار للنادي الأكبر في مصر وأكبر في أفريقيا وأكبر في الوطن العربي، انت كده حرفيا بتسوق للدوري بتاعك، لكن انت كده بتسيء للدوري بتاعك. انت النهارده لما بتغش مع النادي الاهلي وبتخش معاه في جدال وفي حوار وفي كل كوره وفي كل جون، وتفضل بالنص ساعه تسمع للفار وممكن تلغي الكوره عادي حتى لو ما فيهاش حاجه اصلا، كل ده بيسيء للكره المصريه، بيسيء حرفيا لسمعه التحكيم المصري. الدوري يا جدعان خلص، والله الدوري خلص، الدوري خلص من الجولة يعني خلاص، من 4 5 جولات. النادي الأهلي كان حاسم الدوري من فترة كبيرة، فأنت النهاردة بتيجي تبيع النادي الأهلي حتى بعد ما كسب الدوري؟ طب ما خلاص بقى كبر دماغ، يعني كفاية كفاية فعلا. النادي اللي أنت بتنتمي ليه موجود في الدا في الدا يعني موجود في المركز الثالث وهيشارك في الكونفدرالية، فأنت مش محتاج إنك يعني تراعي ليه او عشان خاطر تذلل له الموقف شويه وتنزله نقط الفريق التاني. لا، انت كده بتهدم في الكره المصريه. لو فاكر انك بتطيع الامر وفاكر انك بتسمع الكلام عشان خاطر تبقى المحبوب بالنسبه لهم، عشان خاطر تبقى رقم واحد في الحكام، لا ده بالعكس، ما فيش حد دايم في مكانه. خلي بالك يعني الناس دلوقتي اللي بينصحوك او بيقول لك خليك ضد الاهلي واتفاقاتك وما اعرفش ايه، كل الحاجات دي من يوم وليلة ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وتلاقي واحد جه مكان واحد والراجل ده بقى ممكن انت تبقى عدوه وممكن جدا ما نشوفكش خالص في التحكيم بعد كده. فانت بتتعامل مع ربنا قبل الناس وقبل أي شيء، قبل شغلك أصلا كمان. فانت راعي ضميرك وراعي ربنا في شغلك عشان خاطر تكسب بالحلال، وعشان خاطر ربنا يعني يجعلك من اوائل الناس في مهنتك. كلنا شفنا الحكام المميزين كانوا عاملين ازاي، واي خطوة او اي خطأ ليهم ضد مبادئهم بتجيبهم الارض حرفيا، بتسوق سمعته، وسمعته في الكورة العالمية بتكون سيئة للغاية. بيروح بعد كده ما يلاقيش اي فرصة ولا في كاس عالم ولا حتى في كاس عالم للشباب ولا حتى في الناشئين، اسمه بيتحذف. فانت بالله عليكم ركزوا شوية على النقطة دي، وانكم هنا باسم الكرة المصرية مش باسمكم انتوا الشخصي ولا بانتمائكم الشخصي.
النادي الاهلي الحمد لله كلنا شفنا الصفقه اللي اتكلمنا عليها من بدري والناس كتير جدا اتكلمت عليها من بدري، صفقه امام عاشور. الحمد لله النادي الاهلي بيعلن عنها خلاص من كام يوم الحمد لله. الصفقات الجايه بقى الكلام هنا على اشرف بن شرقي والكلام على المفاوضات، وطبعا اشرف بن شرقي نادي الاماراتي خلاص يعني استغنى عنه بالتراضي كده واصبح فري الان، ممكن اي نادي يشتريه ويدفع المرتب بتاعه فقط. فالتفاوض دلوقتي على المرتب وعلى هيكون ان شاء الله في قعده مع وكيل اللاعب اللي هو اخوه واللي هيكون موجود في مصر ان شاء الله. كلام كتير بقى من مثلا كابتن احمد شوبين مفيش صفقه ومفيش تفاوض اصلا، كلام كتير ان لا يا جماعه ده في تفاوض وفي صفقه وخلاص هانت وقربت وشغل السرينه يا عم الحاج. كل شيء جايز في عالم كره القدم، وده اللي انا عايز اقوله ان الصفقات مش ثابته يا جماعه، مش ثابته. ممكن الصبح يطلع اللاعب يعني يعكس القرار اللي خده خلاص، اي يا عم مش عايز اتضم خلاص، انا مثلا عايز ازود بند في عقدي، انا مثلا عايز مش هاخد المبلغ ده انا عايز اخد مبلغ اكتر. وده اللي حصل مع سوزا لو فاكرين. سوزا اللي كان كل مخاوفه اللي صدرها له للاسف اللاعب اللي عندنا طبعا البرازيلي للاسف اداله كلام خاطئ وخلاه يخاف من النادي الاهلي، مع انه لو فكر لثانيه ما كان هيشوف كميه الاجانب اللي كانت في النادي الاهلي وازاي الاهلي بيتعامل معاهم، ولكن المعلومات الخاطئه بتؤدي لهذا الامر. طبعا اللاعب سوزا قال لك ايه، انا عايز العقد بتاعي يكون بمبلغ كذا، ماليش علاقه بالاعلانات وبالكلام ده، انا عايز المرتب بتاعي المحطوط يكون هو المحطوط في العقد ويكون بمبلغ كبير، مبلغ معين، مش مثلا تنقص لي منه وتزوده لي في الاعلانات وهكذا. طبعا لغايه الامور ما تعقدت والنادي بتاعه ملاش لاعب بيجيبه عشان هو ما عندوش اصلا مهاجم، فبقى على سوزا خلاص والانتقالات قفلت في الفريق الاسيوي. طيب هنيجي نشوف تاني كلام كان على امارال، كلام انتهى، الاخبار اتنصرت خلاص مفيش. فانا بقول لك كل يوم في خبر جديد، كل يوم في كلام جديد، كل يوم في حاله تتغير، في لاعب كلامه بيتغير، في وكيل مش عاجبه الرقم اللي بيتعرض عليه فطبيعي بيغير وجهه اللعيبه لمكان تاني طبعا، الا لو اللعيب ده عارف قيمه وقامه النادي اللي هيروح له ان شاء الله. فالكلام دلوقتي على اشرف بن شرقي ان هو قرب، رضا بوبو الكلام ان هو هيروح بيراميدز، محمد الشناوي الكلام كان على عرض النصر السعودي، والحقيقه لسه مفيش اي حاجه لسه، وممكن يروح هناك لو جاله عرض كبير. انا اعتقد في الدوري المصري مفيش حارس بقيمه وقامه الشناوي، ممكن تلاقي شباب بقى بيسعى ان هو يصل للقمه، ولكن كحارس مرمى مش هتلاقي زي الشناوي في مصر. عندك ابو جبل والكلام اللي اتقال عليه ان هو ممكن يجي نادي الاهلي، برضو لسه مفيش حاجه خالص، كل متوقف على الشناوي. الشناوي لو مشي الاهلي هيبدا يفكر يا اما يحافظ على قوائم الحراس اللي عنده بعلي لطفي ومصطفى شوبير ولاعب منتخب الشباب حمزه علاء، يا اما يشوف حارس كبير يجي مكان الشناوي. فلسه الامور متوقفه على مفاوضات النصر السعودي مع الشناوي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص بيظبط قوامه، الكلام الفتره دي على مهاجم. النادي الاهلي مركز جدا في مهاجم، مركز جدا في الجناح المهاجم، المركزين عرفنا كلنا. اللاعب المغربي اللي هو كان قابل قوسين ادنى ان هو ينضم للنادي الاهلي، اللاعب اللي كان متمرد على فريقه علشان ينتقل لفريق اعلى، لسه الامور ما جددتش جديد فيها، اللاعب لسه زي ما هو هناك وبدا يرجع للتدريبات تاني. هنشوف كلنا الايام الجايه كل حاجه هتوضح، لسه بدري. لكن اعتقد مستر مارسيل كولر دلوقتي مركز جدا على الصفقات ورؤيه الصفقات واختيار الصفقات، واعتقد الراجل مختار كذا اسم وقايل للنادي الاهلي عليهم ان هو الاهلي يعني بيسعى في ان هو يعني يحقق له اكتر صفقات عشان خاطر يقدر يحقق كل اهدافه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يوم الاحد يعني
بعد بكره ان شاء الله هيقابل فريق بيراميدز، واعتقد هنا انه هيقابله بالقوام الاساسي. الاهلي هيقابل بيراميدز بالقوام الاساسي، لان دي ارقام يا جماعه، مش هينفع يقابل بيراميدز مثلا ولا الزمالك يقابلهم بفريق ناشئين ولا فريق دكه، ممكن يحصل عادي، لكن اعتقد مستر مارسيل كولر بيكون همه اكتر تدوير، مش انه يغير الفريق كله، لا يشيل مركز مكان، يشيل واحد مكان واحد، يريح واحد وينزل واحد من القوائم اللي على الدكه. فالنادي الاهلي هيقابل بيراميدز بالقوام الاساسي. النادي الاهلي عايز يحقق ارقام قياسيه جديده، وبالذات مع مستر مارسيل كولر اللي ناوي يعمل ده ان شاء الله. ان شاء الله كل الدعم وكل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله اي اخبار جديده هتيجي هتلاقوني ان شاء الله معاكم فيها. بعتذر طبعا على التاخير، اكيد كلكم شايفين الفتره اللي فاتت دي كان الجو عامل ازاي، وصعب وفرهضه وحر وقطع كهرباء، فالواحد ما كانش الصراحه ما كانش فيه طاقه خالص انه يعمل اي حاجه. فان شاء الله كل الخير. وكمان حابب اشكركم جدا 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 على وصولنا، وجبنا الحمد لله 1000 وعدينا كمان، فدي حاجه ممتازه جدا حابب اشكركم عليها. وان شاء الله بيكم ومعاكم هنكون اعلى واعلى باذن الله. تنسوش بقى بدعمكم بلايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا الريلز اللي بنزلها عشان حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم وكل دعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.